اروح هنا اقعد ادوات اقول شو صاير هذا تشوف هكا دراء اقعد فينا لا لا قدم الجماعة يرجعوا شوية بارك الله فيك أي يرجعوا دعوني عندنا
التلاميذ تاع المكتبه هذا الشاب جامعي مختص في علم المكتبات من ابناء المنطقه الحمد لله. العناوين تاع كتب سماع للوزير لان فيها التفسير ادب وبلاغه تاع علوم القران حديث وعلومه اصول الفقه تراجم وسيط تزكيه النفوس ومجموعه من المصاحف الطبعه تاع فخامه رئيس الجمهوريه اللي شرف عليها الوزاره تكلمت عن مجموعه من الكتب وان شاء الله في الانتظار ان شاء الله بنزيد زيد ان شاء الله تعمر ان شاء الله ان شاء الله. جانا هنا بني السيد دليل هنا كان عاد تقريبا في طور الانجاز الزوار اللي جاو هنايا بحق كانوا معجبين بهذه التحفه وهذا الحمد لله الفضل يرجع لنا للناس اللي ساهموا القايين والباهين الفضل الكل يرجع لمعاليكم الحمد لله تقريبا تاخرت واحد الشهر ما يقارب سنه او عام وست اشهر ولا عام وتسع اشهر الحمد لله جاهز وتبنا واستلمناه واليوم راكم تشرفوا على التدشين تاعه. Thank you.